غضب المحامين المصريين. احنا صوت المحامين صوت الوطن، المحامين صوت البلد، المحامين صوتها عالي لانها صاحبة حق. المحامين بتنادي مش بصوت محمد مرسي، بان محمد مرسي يرجع المكان بتاعه الطبيعي. فين؟ في السجن. هو ده، هو محمد مرسي واعوانه والاخوان مكانهم الطبيعي كان في المعتقلات، ما كانش ابدا يتصدروا المشهد السياسي في مصر ابدا. هم جم اغتصبوا السلطه واغتصبوا البلد، وعمالين كل يوم والتاني يحرقوا في البلد، وكل يوم والتاني يطلع لنا حاجه اسوأ من اللي قبليها. هذه الوقفه الاحتجاجيه للمحافظه على المؤسسه القضائيه والحفاظ على استقلال القضاء وعدم التلاعب في هذه المؤسسه، لان اي تلاعب هيحصل في المؤسسه القضائيه هيبقى اخلال بالوطن واخلال ميزان العدل. بنستغربين كلنا ليه السرعه في هذا الوقت بالذات في حاله وجود اراقه دماء على الاراضي المصريه من الشباب، وان احنا نناقش مشروع زي ده. ما ننتظر لحد ما يبقى في مجلس نواب ومجلس شعب، على الاقل يبقى هناك ناس ممثلين عن الشعب هم اللي يناقشوا هذا المشروع. الهدف من هذه الوقفه نصره القضاء، ليس نصره القضاء بكلام على اطلاقه ولا مجرد لغو ولا حديث للرياء ولا للسمعه، انما حديث لامن هذا الوطن ولقيمه هذه الامه. القضاء احدى السلطات الثلاثه التي تنض عليها الدوله، وهيبه الدوله ترتكز على هذه السلطات وعلى الفصل بين السلطات وعدم تغول سلطه من السلطات على الاخرى. ومن ثم لا يجوز للسلطة التنفيذية ولا للسلطة التشريعية أن توجه جحافل هذه الجحافل من أجل هدم القضاء. القضاء في مصر شامخ، وإن كان فيه وجه عوار بين أفراده أو بعض هؤلاء الأفراد، القضاء يطهر ذاته شأنه شأن أي طائفة من طوائف الأمة. نحن جميعا كبشر بيننا الصالح والطالح، السلطة القضائية لديها التفتيش القضائي وتفتيش النيابات، وتحيل إلى عدم الصلاحية من لا يصلح من للعمل بالقضاء. لكن أن تهدم القضاء كلية من أجل السيطرة عليه، من أجل أخوانة القضاء، من أجل على القضاء يسير في ركاب سلطة من السلطات، هذا كلام لا يجوز بحال من الأحوال. أن تتحدث عن شرعية ثورية في الوقت الحالي بعدما قطعنا هذا الشوط الطويل في الشرعية الدستورية، ما جلس رئيس الدولة إلا بالشرعية الدستورية، ما انتخب مجلس الشعب السابق إلا بالشرعية الدستورية، ما انتخب مجلس الشورى الحالي إلا بالشرعية الدستورية. إذا الذي يعود للحديث عن الشرعية الثورية يبغي الفساد في الأرض ويريد أن يهدم هذا البلد. السلطة القضائية حجر زاوية في أمن هذا الوطن، حجر زاوية في استقامة مقاومات الدولة. هدم السلطة القضائية لا يعود بالنفع لا على مصر ولا على المصريين، فليحرص كل مصري على أن تظل السلطة القضائية قائمة على ما هي عليه بقوة وبذات الصلاحيات التي هي عليها، نظرا لأن بهذه الصلاحيات تصلح في الأرض وهي معيار الفصل فيما بين الناس. كل من يختلف على وجه الأرض، مواطن مع مواطن، مواطن مع رئيس الدولة، يلجأ إلى القضاء. هدمنا القضاء فإلى من نلجأ؟